بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة القادسية، كلية التربية، قسم كيمياء، الدراسة المسائية، المرحلة الأولى، مادة الحاسبات، دكتور مفاق حمزة. أعزائي الطلبة، نكمل تدريبات من الكورس الثاني اللي يخص برنامج وورك، واليوم تدريبنا الخامس إن شاء الله، واللي يخص موضوع الإطارات للفقرة وإطار الصفحة، وأيضا موضوع ثاني اللي هو تقسيم الصفحة لأعمدة. الإطارات للفقرة معناها اني فد فقره معينه احددها بحدود معينه باطار واضح. فاول شيء نحدد هالفقره، يعني نظللها، بعدين نختار الامر الحدود منين، من مجموعه فقره اللي هي بالصفحه الرئيسيه. يا امر حدود، هذا الامر اسمه حدود، هذا الامر اسمه حدود. السهم اللي يمه اختار حد سفلي اريد لها، علوي، ايسر، ايمن، كافه الحدود انا احددها، يعني أي صيغة أنت تريدها، أو حدود وتظليل للفقرة، وأختار أيضا نوع الحدود اللي عندنا بالشكل هذا لكل أختار فقرة، طبق هذه الحدود على الفقرة. مرة لا، أنا أريد حدود للصفحة كلها، يعني هنا الحد راح يطلع لي للصفحة مو لفقرة معينة. فمعناها أيضا من تصميم، أروح من تصميم نختار حدود الصفحة، حدود الصفحة نختار أيضا أي حدود، وكامل المستند أو المقطع الحالي أو الصفحة الأولى فقط، كيفك أي شيء تختاره أنت راح يظهر الحدود مال الصفحة ككل. هذا بالنسبة للموضوع الأول. الموضوع الثاني اللي هو تقسيم. شنو معنى التقسيم؟ معناها أقسم الصفحة مالتي لأكثر من صفحة، عموديا طبعا او افقيا. عملية التقسيم هذا شلون راح تتم؟ لتقسيم الصفحة الى اعمدة، طبعا من تبويب تخطيط نذهب الى تبويب تخطيط، ونقول له نختار الاعمدة من اعداد الصفحة، طبعا نختار الاعمدة، عندنا 2 3 4 يسار يمين شتيد، مزيد من الاعمدة، كم عمود انت تريد تقسم مثلا، و تلاحظ بأنه ممكن مثلا تقسم هذه الصفحة إلى 13 عمود أو 14 عمود، حسب العرض مال الصفحة، حسب عرض الصفحة المستخدمة والتباعد. يعني تقسم هذا سنتيمتر على 4%، وشوف كم، يعني احنا من نزود مثلا العرض راح يروح، التباعد كله راح يروح، ما راح يبقى عندك. فنوع الصفحة هنا ضروري جدا، نوع الصفحة ضروري جدا. فاذا اللي يحدده هو عرض الصفحه والتباعد اللي بيناتها. هنا 13، اكو صفحات 11، فتقدر تقسم الصفحه مالتك الى 10 او 11 او 12 او 13 حسب عرض الصفحه، حسب عرض الصفحه تقدر تقسمها، مو بشكل عام، يعني ما تقدر بشكل عام الى ما لا نهايه تقدر تقسم، لا، تباعد ايش قد عندك والعرض مال الصفحه ايش قد، ويقسم لك حسب التباعد والعرض اللي إلها. لهنا إن شاء الله انتهت التدريب الخامس وهو التدريب الأخير إن شاء الله. وإن شاء الله بهذا تكونوا مستعدين لأداء الامتحانات النهائية بخير ونجاح وتفوق إن شاء الله. شكرا لحسن الاستماع.